الندوة الفكرية جاءت تحسيسية، وهي دعوة ضمنية للانتخاب من خلال توضيح الضمانات السياسية والقانونية والدستورية التي يضمنها قانون الانتخاب وتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حسب الخبراء والباحثين الذين نشطوا اللقاء. الهدف منها دائما هو انفتاح الجامعة على الوسط الخارجي وتحفيز الأسرة الجامعية المتكونة من أساتذة طلبة وعمال على الانخراط في العمل الانتخابي الذي يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. إذا كان الشوط الأول سار يعني بصفة مرضية في محاربة الفساد والتأسيس لمبدأ المساءلة، فنحن نتمنى مع كل هذه الظروف التي وضعت خصوصا القانونية وغيرها من أجل أن نقطع الشوط الثاني، وهو الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تفرز شخص يقف حوله أغلبية الشعب الجزائري. لا يمكن أن نتصور انتقالا من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي خارج الانتخابات، فتظل هي الآلية المفضلة كقيمة ديمقراطية عالمية للوصول إلى إضفاء الشرعية على مختلف المؤسسات الدستورية التمثيلية، ولا سيما بالنسبة لأعلى هرم في السلطة. الخبراء استحسنوا مرافقة جيشنا الشعبي الوطني للمطالب الشعبية المشروعة، ويعتبرونها أرضية صلبة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في كنف السلم والأمن الوطنيين. أما اليوم ونحن نذهب للانتخابات، عندما نوجد كل الجو لهذه الانتخابات، انتخابات نزيهة، انتخابات بسلطة تشرف عليها السلطة وليست الإدارة، انتخابات اللي عدت فيها قانون العضو الانتخاب، يعني كل هذا الشيء أزعجهم، لأنهم راح يعرفوا باللي لو يتبعوا المسار هذا راح يروحوا انتخابات شفافة ويخرج رئيس الذي سيفرزه الصندوق. كما أكد الخبراء أن تحقيق قفزة نوعية لاستقلالنا الوطني يتطلب جملة من العوامل الأساسية، لعل أهمها الاستقرار السياسي، ليختتم اللقاء بنقاشات ثرية.